اهلا بكم، هذا فيديو جديد شوفكم اليوم. هو عبارة عن رحلة، في الحقيقة ما بغيتش نحرم منها شي حد. هذه الرحلة قمت بها من مدينة تاوريرت الى منطقة بني تجيت، يعني تاوريرت منطقة الشرقية، ومشينا نحو الجنوب. هذه الرحلة هذه كانت رحلة شيقة متعبة طويلة، فيها 376 كيلومتر، 5 ديال الساعات، يعني مكان بعيد، ولكن ما بغيتش نحرم الأصدقاء والصديقات اللي كيتابعوا معايا، ما بغيتش نحرمهم نهائيا، لأن ما غاديش تتاح الفرصة لأي واحد باش يمشي لذاك المكان، إلا إذا كان عنده شي هدف ولا باغي يكتشف المناطق، كيكتشف المناطق المغربية. على أي، انطلقت من مدينة تاوريرت السادسة صباحا، كان الحال مازال مظلم. هذا هو علاش ما قديتش نصور الطريق ديال ما بين تاوريرت ودبدو، عاد ودزت دبدو وباقي الظلمة. على أي، خديت غير عندي غير صور قديمة غادي نبرزها في أول الفيديو، ومن بعد غادي نكتشفوا جميع هذه المنطقة النائية، المنطقة البعيدة. كنمشيو من تاوريرت حتى لدبدو حوالي تقريبا 60 كيلومتر، وكنطلعوا دبدو كتعرفوا دبدو واحد المنطقة جميلة، منطقة تاريخية، منطقة فيها الحياة، يعني منطقة خضراء، فيها الماء، فيها الأشجار. كنطلعوا لتافرنت، تافرنت منتجع جميل ولكن مهمل، جميل جدا، كتساقط فيه ثلوج، فيه أشجار، فيه ماء، فيه خضرة، فيه مناظر كتبان دبدو من الفوق كلها. على أي، منطقة جميلة. من بعد كنزيدوا نرتفعوا وكنطلعوا للظهرة. الظهرة هذا كتبدي تما النجود العليا، سهل النجود العليا. كنكونوا في واحد المرتفع ديال 1400 متر على سطح البحر، وكيفاش كنطلعوا الفوق واخا راس الجبل، ولكن هذا كله سهل، كيمشي هكذاك، كيمشي. كنفوتوا على جماعة العطف، هي عاصمة الزوا، جماعة حتى هي جات غير في واحد المنطقة يعني شاسعة جدا، ما كاين لا أشجار ولا ما كاينش تنمية، ما كاين حتى شي حاجة، ولكن على أي منظر آخر، منظر طبيعي آخر، يعني كتشوف غير السهل، وكتشوف واحد الجبال بعاد، وكتشوف ناس عايشين بسطاء مع ديك الطريق. هي منطقة شبه صحراوية، ومنطقة شاسعة جدا وكبيرة جدا، غادي تلاحظوا من خلال الفيديو كيبان شوية ديال كيبان، حاولت نبين المنطقة. على أين غادي تشوفوا، تسالوا معنا، تسالوا جميع. من بعد العطف اللي قلت عاصمة الزوا، كنزيدو كنلقاو معتركة، إذن هي واحد الجماعة حتى هي جات في المنطقة نائية كما غادي تلاحظوا. تما وصل علينا شروق الشمس، وغادي تلاحظوا شروق الشمس، يعني كتحس بأنك كتقرب من الشمس، ولكن واحد المنظر رائع، غادي تلاحظوه من خلال الفيديو. لهذا كنطلب منكم باش تكملوا معنا الفيديو، لأنه شيق وغادي يعجبكم، وغادي تكتشفوا معنا المنطقة. كنزيدوا ايضا القدام، كنلقاو الطريق اللي كتدي لتندريرا. تندريرا منها كتمشي للبعرفه، كتبقى لك على بعرفه 60 كيلومتر، ولكن حنايا لا، شدينا طريق اخرى، شدينا الطريق ديال انوال، طريق انوال اللي فيه واحد الزاويه نتاع الشرفاء الادارسه، واحد المدينه صغيره بسيطه، كيميزها هو هاد الزاويه اللي موجوده تما، كيدير واحد اللمه نتاع الشرفاء الادارسه كل سنه، كيجتمعوا كاملين تما.
ما كتبدي شويه الحياه الخضوره شويه، كنزيدوا القدام كنلقاو مدينه، كنلقاو مدينه تالسينت، مدينه كبيره شويه ماشي كبيره يعني الاخر بالنسبه لهذه المنطقه، مدينه جميله مدينه زوينه حتى هي مهمشه، ولكن العلائين مدينه فيها يعني حياه، فيها مدارس، فيها جوج ديال الثانويات، منطقه مزيانه يعني تقدر تتقهوى فيها تقدر تاكل فيها، منطقه مهم احنا جلسنا فيها واحد شويه. من بعد كنزيدوا المنطقه ديال بني تجيت، بني تجيت فيها الخضوره، فيها كاين حياه، كاين حركه، مدينه زوينه زوينه. انا ديك الساعه كنمشيو كنبقاو نقربوا كنمشيو للاطلس، المنطقه ديال الاطلس. غادي نخليكم على اين، غادي نخليكم تكتشفوا معنا المنطقه مع نغمات المرحوم محمد رويشه، اغنيه ايناس ايناس.